الطفل آدم نجم اللي كان ضحية الإهمال. قتلوا لي ابني، أنا بتضايقهم بقتل ابني. بذكرى ميلاده بعدنا ما استوعبنا إنه آدم ما رح يرجع. وين صارت التحقيقات بقضيته؟ ليه ما حدا يجي لنا قضاء وقدر؟ مين المسؤول عن موته؟ ومين حاسبه؟ هحملهم كلهم المسؤولية. صفقت كاميرات بيروت مين وراها؟ مستعد افتح ملف التلزيم والكميات والأسعار. قد ايه الكلفة الحقيقية لهالصفقة؟ وكيف تمت المناقصة؟ الانتخابات البلدية على البواب، لأن الناخبين بينتخبوا بمناطقهم الأصلية ومش بالمناطق الساكنين فيها، وهل في مشروع قانون لهالموضوع؟ كيف فيك تأمن لشركات التأمين؟ وهل الخادمات بيستفيدوا من العقود؟ كل هالمعلومات بعلم وخبر مع غادة عيد هالسبت 6:30 مباشرة على الـ MTV.